السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس السادس من دورة تعليم الجيت. في الدروس السابقة تعرفنا على الأمر جيت ستيتوس، والذي يستخدم لعرض التغييرات أو عرض الملفات التي تم تعديلها أو تم إضافتها أو حذفها. ولكن في حال أردنا معرفة ما هي التغييرات التي حدثت على ملف معين، فيجب علينا استخدام أمر مختلف وهو جيت ديف. فسأقوم الآن بتعديل هذا الملف، سأكتب مثلا 2 وسأضغط على حفظ، ثم نعود لموجه الأوامر وسأكتب الأمر get status. فكما نلاحظ إذن modify test.txt. فالآن لي معرفة ما هي التغييرات ضمن هذا الملف، فسنكتب الأمر الجديد وهو get diff. فكما نلاحظ إذن الملف test.txt تم حذف هذا السطر وتم إضافة هذا السطر بديلا عنه. فالأسطر المحذوفة تعرض باللون الأحمر مع وجود رمز الناقص في بدايتها، والأسطر المضافة تعرض باللون الأخضر مع وجود رمز الزائد في بدايتها. ويعتبر الجيت أي سطر نقوم بتعديله على أنه حذف للسطر وإضافة سطر جديد بدلا عنه كما نلاحظ في هذا الأوتبوت هنا. والأمر جيت ديف يوجد له أكثر من شكل لاستخدامه، وفي الشكل الحالي الذي قمنا باستخدامه هنا فنحن نقوم بعمل مقارنة بين الـ Working Directory وبين الـ Staging Area. فعلى سبيل المثال سأقوم بعمل Get Add كما نلاحظ. الآن في حال كتبت الأمر Get Status مرة أخرى، عفوا Get Diff مرة أخرى، فنلاحظ أنه لا يوجد أي اختلاف هنا. والسبب أن الـ Working Directory والـ Staging Area متطابقتان في حالتنا هذه. وفي حال أردنا مقارنة الـ Working Directory مع الـ Repository فنستطيع كتابة الأمر get diff بهذا الشكل head. فكما نلاحظ إذن تم عرض الاختلاف بين الـ Working Directory وبين الـ Repository Directory. الآن سأقوم بتعديل الملف مرة أخرى، سأكتب هنا رقم 3 ثم حفظ. في حال الآن قمت بكتابة الأمر get diff بهذا الشكل، سألاحظ أنه سيتم عرض هذا الأوتبوت: تم حذف test 2 وتم إضافة test 3. وهذا بسبب أننا نقارن بين ال working directory وبين ال staging area. وفي حال كتبت get diff head فنلاحظ أننا حذفنا test 1 وأضفنا test 3، لأننا نقارن في هذه المرة بين ال working directory وبين ال repository. وفي حال أردنا المقارنة بين ال staging area وال repository فنستطيع كتابة الأمر get diff بهذا الشكل: get diff dash dash staged. عفوا get diff هنا F. فكما نلاحظ إذن تم حذف test 1 وتم إضافة test 2. وفي حال أردنا مقارنة ال working directory مع commit معين فنحتاج إلى استخدام الرقم المعرف لهذه ال commit، فسأكتب get log وسأقوم بنسخ هذا الرقم. الآن get diff ثم سنضع هذا الرقم. فكما نلاحظ إذن تم حذف هذا السطر وتم إضافة هذا السطر في حال أخذنا الكوميت الأولى وكتبنا get diff. كما نلاحظ إذن في هذا الكوميت كان الملف فارغا، فالاختلاف هو أننا فقط أضفنا هذا الملف. أيضا في حال أردنا المقارنة بين two commits، بين هذه الكوميت وهذه، فنستطيع كتابة الأمر get diff ثم نكتب رقم أول كوميت ثم رقم ثاني كوميت وإنتر، فنلاحظ أيضا سيعرض لنا هذا الاختلاف. ويوجد أيضا أشكال أخرى لاستخدام الأمر get diff، لكن هذه الأشكال التي ذكرناها هنا هي الأشكال الأكثر استخداما. الآن سنراجع الأشكال التي تعلمناها في هذا الدرس. إذا get diff في حال قمنا بكتابتها بهذا الشكل
فسنقوم بعمل مقارنة بين الـ Working Directory والـ Staging Area. في حال قمنا بكتابة رقم الكوميت فسنقوم بمقارنة الـ Working Directory مع هذه الكوميت، وفي حال قمنا بكتابة هيد فنحن نقوم بمقارنة الـ Working Directory إلى أو مع آخر كوميت، وفي حال قمنا بكتابة get diff staged فنقوم بمقارنة الـ Staging Area مع آخر كوميت، وأيضا في حال قمنا بكتابة رقم كوميت أول وكوميت ثاني فنحن نقوم بمقارنة هذه الـ two كوميتس. بهذا الشكل نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك جديد الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.